تعالوا بقى نروح لملف مهم جدا وحاجة كانت محترمة. امبارح زار وفد جميل جدا وكبير جدا من المشاركين بدبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا فيفا، وزاروا قناة الأهلي، جولنا هنا وشرفونا، والمشاركين بالجولة يعني بالأكاديمية أو بالدورة دي قاموا بجولة كانت تفقدية هنا، وجم الاستوديو وشافوا الاستوديو وتعرفوا على الزملاء وازاي نظم التشغيل عندنا وازاي نظم التشغيل كمان الحديثة خلينا نقولها، شافوا غرف كمان الكنترول، وكان معهم طبعا رئيس القناة الأستاذ إيهاب الخطيب، كانوا في جولة عشان يتابعوا كمان وحدة التقارير وحدة الإعداد والمكتبة عندنا. وبرضو خلينا نقول إن أستاذ إيهاب الخطيب يعني استعرض ليهم سياسة القناة وإزاي بتشتغل، وما عندناش تعصب، تقديم محتوى هداف ومحترم ومبني على يعني معلومات موثقة، أو ما بنقولش ما بنطلعش نفتي. بعد كده قام الأستاذ إيهاب الخطيب بشرح برضو تفصيلي عن البرامج بالقناة واللي بتخاطب، إحنا بنتكلم كافة الأعمار للأسرة المصرية. استعرض كمان التنوع الدائم والتطور الملحوظ بالقناة طبعا اللي بتحمل اسم نادي القرن، وكان ترأس الوفد الدكتور محمد قطب مدير برنامج الفيفا بالقاهرة، والدكتور عمرو محب منسق المركز الدولي للدراسات الرياضية، واللي قام بدوره كمان بمنح رئيس القناة الأستاذ إيهاب الخطيب درع المركز الدولي، ده تقديرا لدور القناة البارز في الرياضة المصرية والإفريقية. ومن المعروف كمان أن البرنامج الشهادة الدولية في الإدارة الرياضية اللي احنا بنتكلم بشأنه ده بيشارك فيه 12 جنسية بالإضافة لمصر بمشاركة 120 يعني من مختلف الدول العربية والإفريقية، وبتدرس يا كريم بثلاث لغات، وأعتقد أن هي حاجة أو زي ما تقال كده قيمة كبيرة جدا جدا. بس الواحد سعيد أن هم جم وتفقدوا الاستوديوهات بتاعتنا وشافوا الشغل بيتم ازاي، لما يجي حد يتكلم لا احنا عندنا سيستم بنمشي عليه هنا، مفيش حاجه ماشيه كده ما نطلعش في التلفزيونات نقول اي كلام وخلاص، ففي نظام، والنظام اللي القناه ماشيه عليه هو نفس النظام اللي يليق اكيد بكيان كبير زي كيان النادي الاهلي طالما انت جزء منه. فادي الدرع اللي كنت لسه بكلم حضراتكم عليه، ودي النسخه 15 برضو من برنامج الفيفا، واللي بيدرسوا نخبه كبيره جدا برضو من خبراء الاداره الرياضيه والتسويق والتمويل والاتصال الرياضي التشريعات. يعني كان من ضمن برضو بالمناسبه خريج البرنامج كابتن خالد بيبو ووليد سليمان واسماء تانيه كتيره جدا كمان زملاء لينا. يعني انا اصلا كنت بفكر من سنه انضم للبرنامج ده، وممكن لسه في فرصه. لطيف. وبعدين دايما دايما فكره لطيفه جدا ومشرفه جدا الحقيقه لما يكون النادي الاهلي بكل تفاصيله، يعني سواء النادي او القناه ساعات بتكون بمثابه مزار لكتير من الوفود حتى الاجنبيه، وده حصل قبل كده عشرات المرات، ومع نهايه كل لقاء او كل جوله تفقديه منهم سواء في داخل فرع من فروع النادي الاهلي او كما هو الحال في الزياره اللي نهاوند حكت لحضراتكم عن تفاصيلها، فكره ان النادي الاهلي مزار، احنا بنتكلم على منظومه ناجحه وجاذبه لناس كتير عشان يجوا يشوفوا السيستم ماشي، ودي حاجه اكيد تسعد كل منسوبي وكل من هو تابع لهذا الكيان المحترم. فطبعا ان شاء الله كالعاده نكون دايما متشرفين بنجاحات النادي الاهلي على كل المستويات وعلى كل الاصعده.